حياكم الله مشاهدينا، وتعال نتواصل معاكم. ومثل ما شفتم معانا راح نبتدي حلقتنا الليله مع السيد فهد الكشتي، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه، في اول لقاء له على شاشه تلفزيون الكويت. استاذ فهد، يا هلا ومرحبا فيك، وكل عام وانت بخير والف مبروك. الله يبارك فيك، وكل عام وانت بخير والصحه والسلامه، والشعب الكويتي بخير والصحه والسلامه. آمين يا رب. في البداية يعني حضرتك صار لك تقريبا 4 أيام في هذا المنصب كرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، نبارك لك. وأكيد نبي نشكر أيضا السيد مشعل السيار اللي كان هو رئيس الاتحاد السابق على جهوده خلال الفترة السابقة. فبالبداية ودي تقول لي كلمة بمناسبة اختيارك كرئيس لاتحاد الجمعيات التعاونية. في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لي في هذه المداخلة، حياك. واشكر اخواني اعضاء مجلس الاداره لتزكيتي رئيس لمجلس اداره اتحاد الجمعيات، كذلك اشكر اخواني رؤساء جمعيات التعاونيه والاعضاء، وان شاء الله اكون عند حسن ظن الجميع ونكمل مسيره اخواننا اللي سبقونا برئاسه اخوي مشعل السيار. نعم ان شاء الله يا رب. يمكن المسؤوليه مو سهله يعني استاذ مشعل، استاذ فهد، خاصه يعني في هذه الفتره الحاليه احنا نمر في فتره الحظر الجزئي في البلاد، يعني نبي نتكلم على مواعيد عمل الجمعيات خلال هذه الفتره. بدايه مواعيد العمل عندنا احنا في مناطق صار عليها الحظر الكلي وفي مناطق الحظر الجزئي. طبعا المناطق اللي فيها الحظر الجزئي العمل الجمعيات يكون من الساعة 8 صباحا للساعة 12 بالليل. والمناطق اللي فيها الحظر الكلي 24 ساعة. نعم الجمعيات كلها يكون ليل الساعة 12 بالليل، لأن أنا قاعد أشوف بعض الجمعيات اللي يعني تم الإعلان عن وجود مثلا إصابة في عدد من العاملين داخلها، قاعد تتغير هذه الأوقات تكون شوي أقل. طبعا في جمعيات اللي يلقون فيها اصابات مشكورين طبعا اعضاء مجالس الادارات اللي يتم اغلاقها يوم، يتم تعقيم الجمعيه، فحص بعض الموظفين ويرد يفتحونها. بس اغلب الجمعيات اللي ما فيها اصابات حاليه دوامهم 8 الصبح ل 12 بالليل. الجمعيات اللي فيها بحظر كلي 24 ساعه، سواق مركزيه او افرع. نعم استاذ فهد، وحضرتك موجود معنا على الهواء، احنا يعني خلال هذه الفتره ولاهميه التباعد الاجتماعي الموجود في كل دوله الكويت، نبي نذكر بهاشتاج ليال الكويت، اللي عنده اي سؤال خاص بالجمعيات التعاونيه نستغل وجود حضرتك معنا من خلال هذا الهاشتاج اللي انا بقرا من خلاله كل الاسئله اللي موجوده على الهواء. لكن نبي نتكلم على طريقه الحجز للمواعيد الخاصه بالجمعيات التعاونيه، شلون راح تكون؟ على موقع وزارة التجارة. نعم. عن طريق الحجز المسبق جميع الجمعيات، في الجمعيات اللي فيها الحظر الجزئي والحظر الكلي. نعم. عن طريق الحجز المسبق أكيد. ونبي نذكر أيضا بالاشتراطات الصحية اللي أنا يمكن هم ذكرتها في بداية الحلقة. اليوم يعني المواطن بعد الافتتاح للمرحلة الأولى يعني من الأماكن المهمة اللي كانت أيضا أثناء فترة الحظر الكلي هي الجمعيات التعاونية. يا ليت لو تذكر السادة المشاهدين شنو أهم الاشتراطات الصحية لدخولهم هذه الجمعيات. طبعا جميع الجمعيات مطبقة هذه الشروط، شروط وزارة الصحة، اللي منها عدم دخول الجمعية في الكمام، الغلافز، المعقمات متوفرة عند مداخل الجمعيات. أغلب الجمعيات وفروا مغاسل على مدخل الباب. صحيح. هذه الشروط الأساسية الموجودة. طبعا ممنوع يدخل أي شخص الجمعية من غير الكمام والغلافز. نعم اكيد. اذا بتكلم يمكن قبل شوي ذكرت حضرتك هذه النقطه، لما نتكلم فيها بشكل تفصيلي المناطق المعزوله اليوم، الفروانيه وخيطان وحولي وميدان حولي. نعم. هذه المناطق اضافه الى المهبوله وجليب الشيوخ، شنو اليه عمل الجمعيات خلال هذه الفتره؟ طبعا جميع الجمعيات في اللي فيها حظر كلي، الجمعيات تعمل 24 ساعه سوق مركزي او فرع. نعم. على مدار الساعه. نعم. فالمناطق هذه اللي ذكرتها راح يكون الجمعيات شغالة 24 ساعة، فيعني ما في داعي للإزدحام، يقدرون في أي وقت. نعم. نعم. يطلعون إلى هذه الجمعيات داخل المنطقة. نعم. يحجز قبل الذهاب للجمعية
والجمعية فاتحة 24 ساعة أبوابها. نعم، يمكن احنا قبل فتره يعني ذكرنا في وسائل الاعلام عن يعني بعض المعقمات الخاصه او الصابون الاشياء الخاصه بالتنظيفات، كان في يعني في بعض الجمعيات نقص. من خلال حضرتك وجودك في هالاربع ايام شنو شفت، شنو ممكن تقول للساده المشاهدين؟ طبعا شوف، في بدايه الحظر الكلي طبعا اليوم اغلب موظفين الشركات يقطنون في هذه المناطق اللي فيها الحظر الكلي. صار تأخير في بعض الجمعيات في بعض السلع وبعض المعقمات لعدم توفير التصاريح، وهذا في أول يوم الحظر. اليوم إن شاء الله جميع السلع جميع المعقمات اليوم بعد ما أخذوا التصاريح بدأت اليوم الشركات تعود طبيعية، لأن اليوم تعلم أن الأغلب الموظفين اللي يشتغلون في الشركات يسكنون في هذه المناطق حولي خيطان الفروانية. بعد استلامهم اليوم التصاريح بدأت على قولتهم تعود الحياة، ويذهبون عملهم ويوصلون الأصناف للجمعيات. نعم، كونك رئيس اتحاد الجمعيات يعني خلال هذه الفترة ويعني من توليك لهذا المنصب، أبي أدخل شوي يعني داخل تفكيرك وأعرف شنو الشيء الهاجس اللي قاعد تحاتيه أو اللي قاعد تفكر فيه خلال هذه الفترة القليلة القادمة. والله اليوم شوف، اليوم هاجس الجميع، المجتمع جميع العالم اليوم شلون نعدي هذه المرحلة. واليوم عملنا مركزين على كيفية دخول كيفية توفير المخزون الاستراتيجي، كيفية توفير جميع السلع المتوفرة في الجمعيات. هذا الهاجس اللي يشغلنا حاليا، وان شاء الله في مقترحات بعد ما تنعدي هالأزمة، توحيد الأسعار، ربط جميع الجمعيات في اتحاد الجمعيات. يعني في افكار كثيره، بس اليوم هاجسنا كيفيه توفير السلع، كيفيه وضع خطه للمخزون الاستراتيجي لمده عام بدل 6 شهور. بدل 6 شهور احنا وفرنا مخزون استراتيجي لمده 6 شهور. اليوم عندنا الخطه ان جميع الجمعيات ترفع من 6 شهور لسنه. نعم، إذا نتكلم على موضوع الكمامات، يعني هذا الموضوع اللي يمكن أشغل الناس كلها خلال الفترة السابقة، وإحنا عرفنا عن استلام 12 مليون كمام من وزارة التجارة والصناعة بهدف توزيعها للجمعيات. شلون راح يتم توزيع هذه الكمامات؟ متى راح يكون؟ طبعا الاتحاد استلم الكمامات بعد قرار مجلس الوزراء بإعاز وزارة التجارة بتسليم وزارة الشؤون ممثلة في المشروعات الوطنية، ووزارة الشؤون مشكورة سلمت للاتحاد 12 مليون كمام لاتحاد الجمعيات. وفعل اتحاد الجمعيات من أمس أو في أمس بدأنا في توزيع الكمامات على الجمعيات التعاونية، ووصلنا اليوم ل 36 جمعية تم استلام الكمامات. طبعا الكمامات توزعت على الجمعيات، كل جمعية لها 3600 باكت. الباكت طبعا فيه 50 حبة في الباكت بسعر 4.5 دنانير، وحاليا 36 جمعية موجود الكمامات في على الأرفف لبيعها على المستهلك ان شاء الله يا رب. احنا مثل ما قلنا للمشاهدين راح نكون معاهم من خلال التويتر والاسئله اللي موجوده على هاشتاغ ليالي الكويت. عندي سيد فهد سؤال من دار الديحاني، هل بالفعل يوجد حجز واحد فقط اسبوعي ولا يقدر يدخلون الجمعيات اكثر من اسبوع؟ طبعا كان كل 6 ايام في الحظر الكلي، هل مستمرين في هالقرار؟ اليوم السوق المركزي له حجز واحد، ايه، والافرع له حجزين بالأسبوع. لك حجز واحد في السوق المركزي، وبالأفرع لك حجزين. تم افتتاح الأفرع الخاصة بالجمعيات؟ اي نعم، جميع الأفرع اليوم تستقبل المستهلكين. حلو. والشقالة يعني اذا راح الجمعية اليوم بعد 6 ايام يروح الجمعية، بس يقدر يروح مرتين للفرع؟ للفرع له مرتين. حلو، يقبلونه مرتين، والسوق المركزي مرة، يعني 3 مرات في الأسبوع.
نعم، الذهاب إلى الأسواق الموازية، هذا السؤال من لمى الحسن، تقول هل بالإمكان الذهاب إلى الأسواق الموازية خارج منطقتها السكنية ولا لازم حجزها أيضا مسبق؟ اليوم أسواق الموازية بعد في الحجز، اليوم الكل في الحجز، اليوم الكل في حلو، الحجز، بس أنا ما أعلم عن هذا القرار، وهذا يرجع لوزارة الداخلية، يسمحون الخروج المواطن من منطقته بفترة الحظر، هذا يرجع وزارة الداخلية، بس اليوم إذا في فترة النهار يطلع يحجز عن طريق موقع التجارة ويروح لأي سوق موازي. نعم. سيد فهد، بالنسبة حق الخدمات التموينية هل هي تابعة لكم؟ لأن في سؤال عنها. التموين تابع لوزارة التجارة، نعم، هو تابع وزارة سؤال عن التجارة، إجراء تسجيل جديد نعم. للخدمات التموينية لغير المقيدين في السابق. شلون أستاذ؟ يعني تسجيل جديد للخدمات التموينية حق شخص غير مقيد في السابق، هذا يكون على موقع يمكن وزارة التجارة والصناعة. هذا عن طريق وزارة التجارة والصناعة نعم. يذهب الموقع. طبعا في هم اقتراحات بخصوص توفير الكمامات لرواد الجمعية، هذا كان نشوفه في بعض الجمعيات يمكن موفر هذا في الشيء. اليوم أغلب الجمعيات موفرة عند أبواب الدخول الإقلافزات والكمامات. نعم، من جاسم التركي يقول عن توقيت عمل الأفرع التابعة للقطاع الخاصة بأفرع الجمعيات، اليوم يقول راجعنا وكانت مغلقة. شلون أستاذي؟ الأفرع الخاصة بالجمعيات اليوم يمكن مو كل الأفرع كانت شغالة، ففي توقيت اليوم عمل اليوم معين لها؟ لا، من الساعة 8 الأفرع للساعة 12، في بعض الأفرع كانت مغلقة، اليوم فتحوا فيها الباركود، اليوم يمكن جمعيتين أو ثلاثة خلصوا اليوم، تم مخاطبتنا وتسجيلهم، وإن شاء الله إن شاء الله باكر جميع الأفرع شغالة بإذن الله. إن شاء الله يا رب. في سؤال عن خاص بالمناطق المحظورة، شلون على لوازم العائلة؟ من حل الشمل لوازم له على السؤال. لوازم على شقالة نفس وقت ال وقت ال فتح الجمعية، فقط اللوازم على للساعة 12 تسكر، وفي بعض الجمعيات فاتحتها بس هذه مخلينها نعم، يمكن عند الجمعية، هي توفر هي تسمح بفتحها مدار الساعة أو من 8 الصبح للساعة 12 بالليل. نعم، هاي يعني هذه الأسئلة يمكن وايد اليوم موجودة على هاشتاج للكويت، احنا راح نكون معانا ان شاء الله ايضا في الفترة الجاية من خلال وجودنا وياك في ليالي الكويت. اذا في كلمة أخيرة تحب توجهها للسادة المشاهدين. والله اليوم إن شاء الله أنا ندعي المولى عز وجل أن يحمي الشعب الكويتي ويشيل عننا هذا الوباء والبلاء ويحمينا ويحمي جميع المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله، آمين يا رب. كل شكر لك سيد فهد الكشتي، رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، على وجودك اليوم خلال ليالي الكويت. ألف شكر أستاذ، ألف شكر. حياك الله، وإحنا متواصلين معكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. بعد شوي راح يكون معنا الزميل علي مبارك اللي راح نشوفه من خلال تواجده اليوم ويانا في ليالي الكويت، لكن قبلها قاعد تشوفون الفواصل والإبداع الإعلامي والفني اللي قاعد يقومون فيه فنانين الكويت على اختلاف يمكن هواياتهم، فنهم، الممثلين، الفنانين، المطربين. إحنا اليوم وصلنا في برنامج ليالي الكويت إهداء أكيد من الفنانة جاسم محمد والفنانة شيماء سليمان، هذا العمل بعنوان مشتاق للديرة. اليوم كلنا مشتاقين للديرة، وجودنا داخل الديرة يمكن خلال هذه الفترة الكبيرة وفترة التباعد خلال 3 أشهر اليوم وايد أمور مشتاقين لها، أنتم عارفينها وأنا عارفها، لكن خلينا نشوف جاسم وشيماء وين بيودونا وحق شنو مشتاقين للديرة، وبعدها نشوف زميلنا علي مبارك ونتواصل معاكم من خلال هذه الحلقة من